وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا استشاري الطب الوقائي الدكتور علي الحداد، كما ينضم إلينا أيضا استشاري الوبائيات الدكتور قاسم الداود. أبدأ مع الدكتور قاسم. في البداية دكتور قاسم، بالنسبة للطريق إلى اللقاح، متى سوف نصل إلى نهاية الطريق؟ السلام عليكم ورحمة الله. رحب فيك أستاذ فيصل والمشاهدين. حقيقة للجواب على هذا السؤال، لو سمحت لي أود أشير الحقيقة لأنه مراكز الأبحاث بصفة عامة قد لا تكون مهتمة الحقيقة يعني بصنع لقاحات الكورونا ولا حتى الفيروسات، لسبب أن تصنيع اللقاحات الحقيقة هي تقنية يعني تتطلب المام شامل بعلم المناعة وعلم الفيروسات، وكذلك فكر استثماري سنوات من التجارب السريرية والصيدلانية والإنتاج والتوزيع. على مستوى العالم هناك 6 لقاحات الآن وصلت مرحلة التجارب السريرية، راح نتكلم عنها إن شاء الله بعدين إذا الوقت سمح. يصعب الحقيقة كذلك يعني إقناع الشركات بالاستثمار في لقاح فيروس من الـ RNA، لأن فيروس الكورونا هو من فيروسات الـ RNA، لأن هذه الفيروسات الحقيقة فيها طفرات جينية كثيرة، وقد يعني في أي وقت من الأوقات يكون في طفرة جينية تحكم على هذا الفيروس بالإعدام، يعني كما نشأ ينتهي. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر يعني أنه هذا الأمر يحدث، لأنه هذا حدث مع فيروس سارس في عام 2004، ولذلك الشركات اللي تطور اللقاحات يعني تخاف من هذا الأمر، لأنه لو مثلا يعني انقطع هذا الفيروس بسبب طفرة جينية معناها إفلاس هذه الشركة.